هم عمرك فكرت انه الانسان القديم شلون كان يتعامل ويا الجروح؟ شلون يخيط هاي الجروح من يتعرض الجرح؟ الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر وحكمة. حتى ما نروح بعيد عن الموضوع، اكو نمل اسمه نمل الجيش او نمل الفك السفلي الكبير. هذا يعتبر اهم ابرة وخيط عند القبائل القديمة. كانوا يجيبون هذا النمل ويخلونه على مكان الجرح، بالمكان المضبوط اللي بيه الجرح مال الايد، وبسبب الفك الكبير مالته راح يتعرض المجروح الى قرصة جدا قوية تؤدي الى التصاق الجرح، وبالتالي يفصلون الجسد عن الرأس الى ان يلتئم الجرح تماما وبعدها يوخرونه.